وسلم وأثمه رحمة الله كلمته وزاد وجنة ونسل وبدر وكثر التائبه وسلم ولم يخالف سبيله وسنة الله وإن نصرك لسيسات سنتي وما يكون بها أرجان أجابه اللهم أرسلك من خير ما سالك منه محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وسلم وأنا أعوذ بك من شر ما سالك منه محمد النبي ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أصلنا من شر فتن وعافنا من جميع أن واسلك منا ما ظهر وما بطن ونكشف قلوبنا من الهد والحزن ولا تدع بينا سباقا للأرض اللهم إنا نسألك أخذ الأحسن ما فعلت وترك السيئة أبدا ونسألك تغفل الرزق والفضل والثواب لكل حجة والعدل والرجاء والتسليم لما يجب القضاء والاقتصار في الفكر والدماء والتواعد في الذكر والحذر اللهم إنا نظنون فيما بيننا yau 3 days kwana uku aduan kwana uku amir kenan yau 3 days share muna video share
صلاة الفاتحة كفرقونا Amen.
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا لمن اجتمع هنا من اجله ما لم يمن الا بك اللهم ارحمه وارحمنا بعده اللهم ارحمه وارحمنا بعده واجعله الجنة مأوانا ومأواه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مطيعا وإن كان سيئا ذلك اللهم فجاري عن سيئاته يا رب العالمين بنية آمن الرسول بما أنزل إليك لا